هذا وتقف العوامل الاقتصادية وامتداداتها الداخلية والخارجية وراء اندلاع الصراع في إقليم دارفور بين الجماعات الإثنية متعددة الأصول، وإن كانت متحدة النشاط الاقتصادي في الإقليم السوداني المضطرب. ومع التغيرات المناخية وما جلبته من تصحر وارتفاع الكثافة السكانية، أجبرت العديد من القبائل الإفريقية الرعاوية على غزو المزارع التي يمتلكها المزارعون العرب، وهو ما أجج الصراع بين الجانبين. التقرير التالي يلقي الضوء على بعض ملامح الأزمة الاقتصادية التي يعيشها إقليم دارفور. أزمة تنمية اقتصادية تحولت إلى صراع سياسي وإثني على الهوية. تلك هي طبيعة الأزمة في إقليم دارفور السوداني. فقد وقفت العوامل الاقتصادية وامتداداتها الداخلية والخارجية وراء اندلاع الصراع في الإقليم بين الجماعات الإثنية متعددة الأصول، وإن كانت متحدة النشاط الاقتصادي في الإقليم السوداني. دارفور ذات الرقعة الجغرافية الكبيرة، يقوم النشاط الاقتصادي الأساسي لسكانها على الزراعة المحدودة والرعي المتوسع، ما يفرض ضرورة التوازن بين عناصر التربة والمناخ والمياه والنبات من ناحية، وبين المجموعات السكانية في الإقليم التي تنقسم بين المجموعات العربية والمجموعات الإفريقية. ومع التغيرات المناخية وما جلبته من تصحر وارتفاع الكثافة السكانية، أجبرت العديد من القبائل الإفريقية على الترحال وراء أماكن الرعي والزراعة الآلية الغنية والتي تستقر فيها قبائل الرعاة العرب، ما أجج الصراع بين الجانبين، والذي جاء على مرحلتين: الأولى كانت خلال عامي 84 و85، والثانية فيما بين عامي 1987 و2003. وكانت الزراعة الآلية واسعة النطاق قد حطمت نحو 17 مليون هكتار من أراضي الرعي في الغابات جراء الاستخدام غير الرشيد للأرض، ما أدى إلى تعميق أزمة الإقليم الاقتصادية والعرقية. كما ساهم فشل حكومات الخرطوم المتعاقبة في تطوير مفهوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يخلق مصالح مشتركة بين المجموعات الإثنية لدارفور في تكريس التطابق بين الحدود العرقية وبين حدود الأنشطة الاقتصادية، والفصل بين القبائل العربية الرعاة والمزارعين في الواحات وبين القبائل الإفريقية الرعاة في الصحراء. وتبرز سيطرة الطبقة التجارية السودانية الشمالية المعروفة بالجلابة على القطاعات الاستخراجية في دارفور بعيدا عن أبناء الإقليم، مولدا جديدا للصراع في الإقليم. شروط ديون صندوق النقد والبنك الدوليين للسودان لعبت دورا آخر في تعميق الأزمة الاقتصادية بإقليم دارفور، حيث صعدت من إعادة هيكلة استخدام موارد الإقليم بعيدا عن الحاجات والأسواق المحلية لصالح مطالب السوق العالمي. النفط والموارد الطبيعية التي اكتشفت في الإقليم جاءت كقنطرة للتدخل الخارجي في الصراع الدائر بدارفور، فلقد اكتشف النفط على حواف الإقليم فيما تذخر أراضيه بمناجم الذهب والفضة واليورانيوم، ما جعل منها دائرة جديدة للتنافس الدولي على الموارد الطبيعية، وبالتالي بروز أياد خارجية وراء الصراع. وهكذا تبرز أزمة إقليم دارفور في الافتقار إلى مفهوم ذي صبغة سودانية يبلور تعاونا وثيقا بين مجموعاته السكانية المختلفة للنهوض باقتصادياته والوصول إلى توزيع عادل لموارده بعيدا عن مولدات النزاع الداخلي ومشاكل التدخل الخارجي.